تقشف. بالتالي الكيان الصهيوني يعاني من عدة مآزق، مآزق اقتصادي، مآزق في الأمن الاستراتيجي، لا يستطيع أن يواجه فكي الكماشة معا مصر والجبهة الشرقية. ليس من مصلحته التصعيد، لكن أنا من مصلحتي الآن أخذ بحقي، وأنا لا أريد. هل ترى أن الفترة الحالية هي الفترة الأنسب لمصر أن تأخذ حقها من إسرائيل؟ لا، ما احنا لم نأخذ كل حقنا من إسرائيل. احنا نريد تعويض على اللي فعلوه في سيناء وسرقتهم للغاز وإنهاكهم للأبار البترول وهم محتلين. في تعويضات كثير نطلبها من إسرائيل، لكن الآن في دم مصري، في 20 شهيد. طب هذه الفترة دي هي الفترة الأنسب بالفعل لأن احنا نقدر نأخذ الحق المصري من إسرائيل؟ الفترة الإنسان اللي ما عندوش كرامة لن يكون له كرامة أبدا الدهر. يعني أنت النهاردة في واحد دخل، أنت فقير، واحد دخل عليك قتل زوجتك، تعمل إيه؟ تقول له أنا هنتقم منك بعد 10 سنين؟ تبقى ما أنتش راجل. اللي يخش يقتحم بيتك وأنت معكش غير سكينة هتقوم بسكينة وهتنتصر عليه، لكن لو دخل عليك واحد قوي، ده مع افتراض ان هو قوي وليس قويا، وهتقول له انا هنتقم بعد 10 سنين؟ فاذا فرض عليك القتال كتب عليكم القتال وهو كره لك. وعسى ان اذا كانوا عايزين يفرضوا علينا هتشوف ايه اللي هيوحد الشعب المصري. احنا على فكره اهم المصانع بنيناها واحنا بنحارب اسرائيل. احنا بنينا مصنع الالومنيوم واحنا بعد حرب 67. مش صحيح ان الحرب ما فيهاش تنمية، يعني ده مع اسوأ الفروض. انا لا اسعى للحرب، لكن اذا فرضت علي اسرائيل الحرب فانا لابد ان انتقم من العشرين شهيد الذين قتلوا بالامس. وانا لا اريد ان اعلن الحرب، انا بقول ليس هي اعلنتها. انا ساطرد السفير الاسرائيلي واوقف كافة اشكال التطبيع. مش علي مناسبة احسن من كده عشان اقول له، اقول للمجلس العسكري، اما اي الوطنيين يعملوا ده في اي وقت، لكن المجلس العسكري يقول له انت احرجتني قدام الشعب وانا مفيش تطبيع بقى معاك. لحد دلوقتي السياحة مغرقة سينا، حتى الان في تعاون سياحي، حتى الان في تعاون زراعي، حتى الان انا اخر احصائية قريتها ان العلاقات التجارية بين مصر واسرائيل في 6 أشهر الاولى اللي بعد الحرب اكتر من 6 أشهر في العام الماضي. فاذا الثورة ماشية في طريق والمجلس العسكري ماشي في طريق، الكويز ماشي زي ما هي، الكويز وعملية استيراد وتصدير لأمور متعلقة بالنسيج والصناعة. فإذا الآن هو الوقت المناسب لوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، إلا أن المجلس العسكري سيثبت أنه عم يسير على طريق مبارك. مبارك ولا في خلم، لا يوجد شيء اسمه كرامة، وأنا لا أسير وراء الشعب وراء مشاعر الشعب. ويموت ضابط، يموت 2، يموت 3 مصري يقول لا علاقة لي، تدمر غزة لا علاقة له بالموضوع، تدمر جنين أو العراق بحلها، وهذا يؤثر على ملايين المصريين حتى لو خدنا بمنطق المصلحة المصرية. فإذا كانوا عايزين يسيروا على طريق مبارك فيتفضلوا بقى يواجهوا الشعب المصري. تمام. احمد حسين، حضرتك ناوي تفطر هنا النهارده على الرصيف؟ انتوا عندكم امام السفاره الاسرائيليه اما هتذهب الى المنزل ثم تعود بعد الافطار حسب ما تقرروا؟ انا بيتي قريب يعني عشان كده الاحتمالين موجودين، لكن انا افضل اكون معاكم يعني ان شاء الله. طب هل حضرتك في خطوات اخرى سوف نعملها غير الاعتصام اليوم او الوقفه الاحتجاجيه ده؟ لا طبعا، لابد من اليوم عمل تشكيل لجنه مصغره، لان التفكير وسط اعداد كبيره احيانا يكون مش مناسب. فاحنا عايزين للتركيز يعني، احنا عايزين لجنه محدوده تقعد وتحدد البدائل التصعيديه ويكون ذروتها الجمعه القادمه. نريد مليونيه، ده الافكار الاوليه اللي عندي، مليونيه ضخمه. خلينا بقى نفكر نذكر الناس ونذكر انفسنا ان هذه الثوره قامت ضد التبعيه لامريكا واسرائيل، وان كل الكوارث مبارك الداخليه كانت ناجمه عن هذه العبوديه لامريكا واسرائيل. فخلينا نعيد الوجه الاستقلالي والعروبي المصري والعروبي والإسلامي لهذه الثورة المجيدة، ونجعل المليونية القادمة في التحرير عن قطع العلاقات مع إسرائيل. هل سيتم التنسيق مع بعض القوى السياسية في مصر؟ طبعا، ده دايما ده منهجنا، ان احنا ننسق ونوحد ولا نفرق، وهذه نقطة لا اعتقد لا خلاف عليها. هذه من نقطة الموقف من إسرائيل، من النقطة التي تجمع الشعب المصري. هل هذا الموقف يذكرك بالسنة التي قضيتها في السجن بسبب دخولك إلى غزة؟
لا هما سنتين. لا ابدا هي غزه في عيني وفي قلبي سواء كنت في السجن او خارجه. قضيه فلسطين هي جزء من العقيده ولا ممكن ان تكون مسلما دون ان تكون غزويا او فلسطينيا. ده انت حتى فريضه الصلاه فرضت علينا بمناسبه الاسراء والمعراج الذي جرى في فلسطين. ففلسطين داخله في اعماق اعماق العقيده. انت عليك الفطار؟ انا افطرك طبعا. طيب الله يخليك استاذ مجدي. حضرتك مش خايف من تكريس الحكم العسكري في السجن؟ لو يعني ايه فرضيه ان يكون في يعني مؤامره لتكريس الحكم العسكري او لتلميع بعض الشخصيات العسكريه في المركز العسكري؟ لا مش في مؤامره، دي خطه علنيه. خطه علنيه اصبحت واضحه. يعني مناوشات متفق عليها مسبقا يعني. الان المناوشات دي لا انا ما بتكلمش بالذات على هذه الاحداث. لا انا هذه الاحداث ربما اضرت بصوره المجلس، اعتقد لن تفيده. ولا ماذا تقصد في، هل في اخبار ربما حدثت في الساعات الاخيره؟ لا الانتخابات تتاجل تاني يعني، والحكم انتقال الحكم السلطه الحكم المدني يتاجل بضروره لا شيء يعلو فوق صوت المعركه. لا لا استطيع ان اربط ما تقوله عن مؤامره بما حدث امس واليوم. الموضوع لسه سيتكشف، هذه احداث ستتكشف في الساعات القليله القادمه. لكن عموما لا، الفكره موجوده بغض النظر. بقاء العسكريين في الحكم فكره اصبحت تراودهم، وهناك تباطؤ ملحوظ في تسليم السلطه لان حتى الان لم يحددوا موعد الانتخابات.